مساء الخير عليكم مشاهدين قناة الصحة والجمال. أولى حلقتنا في برنامج آخر الكلام كان فكرة جديدة، موضوع جديد اتفقنا عليه، وقلنا امتداد لبرنامج دفتر أحوال، قلنا امتداد للفقرات الخدمية لطموح المواطن، طموح الشعب المصري للاحتياجاتنا، احتياجاتنا كتير، هنتناول حاجات كتير وفقرات كتير. خليني أرحب الأول وأهني الأستاذ محمد العزاوي زميلي في البرنامج اللي هيكون للإطار المتخصص بتاعه في مجال الصحافة. برحب بيك. أهلا بيك أستاذ إبراهيم. محمد العزاوي صحفي بجريدة الجمهورية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بيكو. والنهارده البرنامج بتاعنا ان شاء الله يعني دي اول الحلقات فيه، زي ما احنا اتفقنا معاكم المره اللي فاتت وكلمنا ان احنا هنعمل حاجات كتيره وفقرات كتيره واخبار كتيره في البرنامج بتاعنا الجديد، وان شاء الله يحوز على اعجابكم ونلاقي فيه كل ما تتمنوه. خلينا يعني نروح للمشاهدين بسرعه كده وما نطولش عليهم، ونقول لهم ان فقراتنا هتبتدي بترندات وتبقى اخبار اللي في الساحه اللي بتاثر على المواطن المصري او اللي مهتم بيها حاليا، ان كانت بقى الاخبار ثقافيه، الاخبار سياسيه، ان كانت الاخبار في مجال الرياضه، ايا كان مجالها. عندنا فقره للرجاله فقط، ارجع اقول تاني للرجاله فقط، مش في كده انه ببعد عن الستات، بالعكس انا كلامي كله عن الستات في الفقره. خليني اقول كمان ان في فقره خاصه بذوي الهمم، زي ما قال عليهم السيد الرئيس ان هم اصحاب وذوي الهمم، ليسوا معاقين، بالعكس هم افضل مننا. كان لازم نفكر في ان احنا يكون ليهم فقره كامله. خلينا نقول كمان معانا ضيوف ومسؤولين، بس خليني اروح سريعا لزميلي محمد العزاوي واقول له ايه النهارده، ايه الاخبار الموجوده في الساحه اللي شغله الراي العام شويه. والله أخبار كثيرة جدا، منها آخر التطورات بتاعت سد النهضة، إن آخر المفاوضات لسه برضو في ممكن نسميه تعنت من جانب الأثيوبي، ولسه في مفاوضات خلصت النهاردة وأثيوبي لسه مصر على موقفها. خليني أسألك سؤال مباشر، إنه هل المفاوضات دي من يعني في إطار التدخل والرجوع تاني خطوة للخلف إن إحنا نلجأ لمجلس الأمن، ولا شايف ان احنا اوريدي بدانا اللي احنا رحنا لمجلس الامن، ولسه الفتره اللي جايه هنشوف اللي هيحصل مع الدبلوماسيه المصريه. طبعا مصر مش ساكته، بتتحرك في كل الاتجاهات، عارفه هي بتعمل ايه، الخارجيه المصريه والري. انا شايف ان الفتره اللي جايه دي هتبقى فتره كلها ضغوط سياسيه، لان احنا نوصل اللي احنا عايزينه اللي هو ملء السد زي ما احنا عايزين في الفتره اللي احنا عايزينها، بحيث ان احنا ما نحسش باي نقص واي مشاكل. ومتهيألي مصر يعني بتقلها في المنطقه هتعرف ازاي توصل اللي هي عايزاه، هو بس الموضوع محتاج سياسه النفس الطويل والمفاوضات اللي احنا ما نملش منها ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه. اظن اكيد 100% مش ظن انما تاكيد على السياسة المصرية والتعامل المصري في الإطار الخارجي. أثق تماما في القيادة السياسية في مصر إنهم هيوصلوا الحل أكيد، رغم كل المهاترات اللي بتحصل أو غيره. طب خليني طبعا أروح تاني، إيه تاني اللي شاغل الرأي العام من أخبار؟ تاني حاجة بقى بالنسبة لمخالفات البناء، والرئيس هو بيفتتح الأسمرات ثلاثة، يعني الرئيس يعني بصراحة قال حاجات كتيرة كلها مهمة وجريئة. أولها مثلا بالنسبة لمخالفات البناء والجراجات، وإزاي إحنا هنتعامل مع مخالفات البناء في الفترة اللي جاية، إزاي إحنا هنتعامل مع الناس المخالفين بحيث إن هم يدفعوا اللي عليهم ويتصالحوا مع الدولة، والموضوع مفتوح لغاية سبتمبر. بعد كده إذا تم غلق باب التصالح مفيش تصالح، هيبقى في نزع ملكية وهيبقى في حاجات تانية. والرئيس قال بمنتهى الوضوح والحزم، كلام كان واضح جدا من السيد الرئيس فعلا في الجزئية دي، وهننزع إنه عايز ملكية. ياخد الفلوس مش علشانه ومش إجبار، إنما علشان يحسن المرافق اللي في الدولة اللي كانت المخالفة ليها أثر سلبي جدا عليها في إنها تعوق أو تكون حمل زيادة على المرافق. كلام مظبوط، حمل على المرافق، وتاني حاجة زحمة،
قال احنا القرار ده اتاخر 20 سنه. صح. يعني احنا 20 سنه اتاخرنا في ده. صح. فكرنا في عاصمه اداريه، بدانا ننقل على المدن الجديده، بدانا نعمل حاجات كتيره جدا. دلوقتي الفتره انت لو لاحظت كمان حتى الشارع، احنا دلوقتي بقى عندنا شبكه طرق جديده وانفاق بتنقل بتسهل الحركه، ما تحسش ان انت طالع في حته بعيد. فاهمني؟ خليني اقول فعلا وشهاده يستحقها السيد الرئيس، دايما دايما بقولها فعلا ان كنت على الهواء او لا، لو كان وجود سياسة مثل سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من 20-30 سنة كان مكاننا هيكون غير. بالظبط. عمرنا ما كنا نوصل للمرحلة دي، عمرنا ما كنا نوصل لمرحلة كمية العشوائية. بالظبط. واحنا دلوقتي ما بقاش في مناطق عشوائية. انت لما تيجي تبص على الأسمرات الثلاثة، يعني الرئيس بيقول ان الوحدة اللي احنا بنديها للناس تمنها 600,000 جنيه. 600,000 جنيه. يعني للغلابة، يعني انت الفقر للطبقة المتوسطة 600,000 جنيه. مين اللي كان بيعمل كده؟ مين النظام؟ انت جبت منين الفلوس دي؟ طب ما دي فلوس الناس، هي دي الناس. يعني الرئيس واخد منكم ليكم، هو ده اللي انا بتكلم. بالظبط. خليني يعني اسلط الضوء كمان على كمية القرارات اللي اتكلم فيها، زي مثلا العربيات الجديدة اللي لازم تشتغل بالغاز الطبيعي. دي حاجه مهمه جدا بقى. دي بالنسبه لي، يعني انا شايف ان انت لما كنت بره ومسافر بره في فرنسا مثلا، بتلاقي عربيات ماركات عالميه وكبيره وبتشتغل بالاثنين، بالغاز وبالبنزين. الغاز والبنزين ليه؟ لان يقول لك اولا بتوفر في الاستهلاك، ثاني حاجه بتحافظ على البيئه. دي اللي احنا عايزينه، ان احنا ما عندناش اصلا ثقافه الاهتمام بالبيئه. دي حاجه. الحاجه الثانيه يمكن كانت غايبه، انا اسف لمقاطعتك، لان ما كان غايب على المواطن، بس انه مش مدرك انه الغاز الطبيعي معناها ان العربيه هيكون منزوع منها البنزين. بالعكس، ده هيكون الغاز الطبيعي موجود مع دايره حرق الوقود البنزين اللي موجود في العربيه. صح. بالظبط. بالظبط، هيبقى مع دايره حرق الوقود. وتاني حاجه، انت دلوقتي الناس تيجي تقول لك اصل هو الغاز الطبيعي هيدمر العربيه، هيدمر الموتور بتاع العربيه، العربيه غير مؤهله. لا بالعكس، في عربيات كتيره جدا وحديثه جدا وبتشتغل بثلاث حاجات دلوقتي، غاز وبنزين وهايبرد اللي هو بالكهرباء. فاحنا عندنا ده كله، وده الرئيس لفت النظر لحاجه مهمه زي دي، هتفرق معانا كتير الفتره اللي جايه، سواء في الاهتمام بالبيئه، سواء في ترشيد استهلاك الطاقه. جزئيه كان مهمه جدا سلط عليها الضوء السيد الرئيس، الجراشات. كان بالنسبه لنا يعني مفارقه غريبه، سياده الرئيس بيتكلم على جراشات الناس ما بتستعملهاش. ايه الفكره في كده؟ انما كان الفكره لو بصينا لبعيد ليها فعلا الصدى في انه يتكلم، لانه دي كثافه عربيات موجوده في الشارع مع وجود جراشات غير مستعمله، مستعمله كمخازن وغيره. فكره انه جراش اللي مش شغال جراش يتسحب من صاحبه والدوله تستعمله لتخصصه الحقيقي، كانت فكره جريئه جدا. هي دي بقى المشكله يا استاذ ابراهيم. احنا عندنا 90% من مشاكل المروريه عندنا والكثافات المروريه الموجوده في الشوارع دي كلها بسبب التكدس في الركنه، في ان مفيش وجود الجراشات الكامله اللي هي تعرف تتعامل بيها وتعرف ان انت تركن العربيه بشكل ان مش اقعد اسبب اي زحام مروري. دلوقتي بقى فيه زحام غير طبيعي في البلد بسبب الكثافات المروريه. فاللي انا بتكلم عليه ان اهم حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي ان احنا نزود ونستعين بكل الجراشات. ورئيس قال بمنتهى الوضوح، والتنمية المحلية بدأوا من دلوقتي، وزارة التنمية المحلية اللي هو محمود شعراوي أصلا ما بينامش، يعني على طول شغال في ملفات مخالفات البناء، اللي هو وقف المخالفات تراخيص المخالفات لمدة 6 أشهر، وبعد 6 أشهر قال إحنا دلوقتي الجراشات طلع الجراشات. هو بيبحث كل عقار على حدة وهيبان إن ده إذا كان جراش مستغل مستخدم كمخزن هيتم نزع ملكيته علشان أنت توصل للي أنت عايزه، هي تقلل الكثافات. خليني بخصوص الموضوع، خليني آخد اتصال من الأستاذ خالد قاسم، المساعد وزير التنمية المحلية. مساء الخير عليك يا فندم. مساء الخير. أهلا وسهلا محمد بيه، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. ده نورك يا فندم. الشغل الشاغل، الشغل الشاغل خالد دي المخالفات البناء. احنا عايز اقول لحضرتك على حاجه خالد بيه. بالنسبه دلوقتي طبعا انتوا بادئين من فتره تنفيذ قرار اللي هو رئيس مجلس الوزراء بايقاف التراخيص البناء لمده 6 أشهر حتى اللي طلع له رخص
انتوا هيبقى في لجنه من كل حي هتفحص هذه الرخصه، وبعد كده هتشوف اذا كان هنستخدمها ازاي او هيتم السماح له باعاده بتكمله البناء ام لا. فعايزين نفهم من حضرتك معظم التفاصيل الفتره دي. هو مش لجنه في كل حي يا فندم، هو يعني القرار لما صدر يعني لمده 6 اشهر اعتبارا من 24 مايو الماضي 2020، تمام، ولمده 6 اشهر في عواصم المحافظات في القاهره الكبرى والاسكندريه وعواصم المحافظات والمدن الرئيسيه. كان الهدف والفلسفه وراء ايقاف حظر البناء وايقاف ترخيص البناء كنقطه نظام، بحيث ان احنا بنعمل مراجعات للاشتراطات البنائيه بالنسبه للرخص المستخرجه وبالنسبه لمراجعه الاشتراطات الخاصه ب الجراجات بالنسبه للعمارات دي، لانه تلاحظ انه الناس بتاخد رخصه للجراج سواء بدرون اول او ثاني ويتم تحويلها الى انشطه اخرى يعني تجاريه وغيرها، الامر اللي ترتب عليه تحولت الشوارع الى جراج كبير، وبالتالي احنا وحضراتكم لما نيجي نمشي في الشارع بعربياتنا مش هنلاقي مكان نمشي فيه نظرا لان العربيات راكنه صف ثاني وثالث. الامر اللي استوقف ده وكان لابد من نقطه نظام لاحداث هذه المراجعه. خليني اقول لحضرتك انه الاسبوع الماضي مع الوزير اللواء محمود شعراوي والدكتور مع الوزير الدكتور عاصم الجزار والسيد محافظ القاهره والجيزه والاسكندريه وقيادات الوزارتين كانوا قاعدين يوم الخميس الماضي لمراجعة وتعديل الاشتراطات البنائية وأكواد الجراجات على مستوى الثلاث محافظات الرئيسة ثم بعد ذلك بقية عواصم المحافظات المصرية. طب ده ليه يا فندم؟ لأنه في قرار 177 مع الوزير اللواء محمود شعراوي أصدره، وكذلك الامر القرار الصادر بعد كده الخاص باليات تنفيذ قرار ايقاف لمده 6 شهور، انه تم تكوين لجان برئاسه الساده نواب المحافظين وبعضويه الرقابه الاداريه وبعضويه مدراء التنظيم الموجودين في. خليني اسالك، انا اسف خالد بيه، خليني اسالك مباشره، تم العمل بالفعل وتم النزول والاستعلام عن الجراجات اللي مستعمله كمخازن؟ طبعا يعني في بالفعل اللجان نزلت. طبعا يا فندم، امال ايه؟ لانه هو خليني اقول لحضرتك ان ده تكليف، وانه بمجرد صدوره كان فرق العمل بتشتغل على الارض لتنفيذ هذا التكليف. وخليني اكد لحضرتك انه دلوقتي الزملاء عندنا في وزاره التنميه المحليه مع المحافظات جاري التنسيق لهذا الامر، وكمان ايجاد لاليات تفعيله على الارض، بحيث انه حضرتك كمان انه الجراج اللي معمول مخزن او الجراج اللي صاحب العماره بيقتصروا على استخدامه الشخصي وبقيه سكان العماره عربياتهم في الشوارع، الامر ده لا، يعني هنا كده بالشكل ده هيتم التعامل معاه ازاي يا فندم؟ يلزمه ان هو يفتح الجراج. ايوه، وبدل ما يستخدم مخزن يستخدم كجراج. خلي بال حضرتك كمان بالاضافه الى ذلك كل ده هيبقى وهم بياخدوا قيمه عادله لركنه العربيات في هذه الجراجات. طب خليني اسالك يعني سؤال غير مباشر شويه في الشق ده. دلوقتي في جراجات مستعمله كجراجات عموميه، يعني يجي مستاجر ياجر جراج العماره من المالك ويستعمله كجراج عمومي باجره. ده هيتم التعامل معاه بشكل مختلف؟ بص يا فندم، انت طبعا حضرتك حاطط يعني انت حضرتك ساكن في اخر الشارع وبتركن عربيتك في اول الشارع، والسكان اللي موجودين لو كانت المكان اللي موجود ده فائض عن حاجه سيارات العماره اللي حضرتك بتركن فيه اهلا وسهلا بيك. اذا الاولى بدرجات العمارات سكان الوحدات السكنيه اللي موجودين في ذات العماره. طب ما ممكن يجي المالك ويقول لك انا النهارده ما ادونيش ثمن الجراج او حصتهم في الجراج ده. لا يا فندم، انت حضرتك مش قضيه حصه، قضيه قيمه ايجاريه بتدفع شهريا. هو ده في بعض العقود يا خالد بيه قيمه عادله تتناسب مع طبيعه المنطقه اللي حضرتك ساكن فيها. في بعض العقود يا خالد بيه تيجي حضرتك تقول لي انا موجود مثلا في المهندسين، واخد بال حضرتك قيمه ايجاريه لجراج نون
في مثلا في منطقة تانية القيمة الإيجارية للجراج نون ناقص 10 أو نون ناقص 5، تمام. واخد بال حضرتك مع التحديد؟ طبعا هو انا ليا هو سؤالين، سؤالين يعني بس زي ما خالد بيه. حضرتك فاتح الجراج في قيمة عادلة بتدفع فيه. تمام، هو بس سؤالين. اول حاجه، بالنسبه بعض العقود ما بقاش اصلا مشترط فيها ان هو الجراج، يعني انا اصلا كساكن ماليش جراج، يعني هو اصلا مشترط عليا في العقد ان انا ماليش حق استخدام حصة الجراج. الجراج. الحاجه التانية، انا دلوقتي افرض انا عندي مخزن ومخالف ما بستخدموش كجراج، هل في مهله لتوفيق الاوضاع؟ هل انتوا هتديهم مهله لتوفيق اوضاعهم قبل اتخاذ اي اجراء معاهم؟ ده وارد طبعا يا فندم، لكن خليني أكد لحضرتك على حاجة. أيوة. حضرتك أخذت الجراج اللي هو رخصته في الرخصة الرئيسية للعمارة على إنه جراج، وحضرتك حولت استخدامه لمخزن، حضرتك مشكورا هترجعه إلى جراج. ما رجعتوش في خلال قد إيه تاخده مني؟ لا يا فندم، مش مرجعتوش في خلال قد إيه تاخده مني، الحي هيفوت على حضرتك، هديك مهلة. المهله دي اكيد لا تتجاوز اسبوع، يعني هي القضيه مش قضيه مثلا احنا خلي حضرتك معايا. هاي. احنا الموضوع ده يتسم بالنسبه لنا بالاستدامه، بمعنى ايه؟ احنا مستمرين مستمرين مستمرين. احنا لما جينا من 25/3 وقلنا ان احنا هننفذ في اطار الاجراءات الوقائيه والاحترازيه الحفاظ على اراضي الدوله المصريه، ومش هنسمح لحد ان هو يبني، ومن يقوم بالبناء لا يتحدى هيبه الدوله. صح هنزيل فورا. صح هل تعلم حضرتك ان احنا ازلنا من يوم 25/3 الماضي حتى 8/7 الماضي، وانا ليا هدف ان انا اقول 8/7، لان انا هقول لحضرتك من 8/7 حتى امبارح بالليل الاحصائيه تانيه خالص، مخالفات البناء على املاك الدوله التي تم ازالتها ازلنا 8333 حاله تعدي، واستردينا منهم 6.5 مليون متر مربع من اراضي الدوله. رقم هي كبير. دلوقتي في كبير جدا حراسة طبعا. المحافظات المصرية والسادة مدراء الأمن. أزلنا مخالفات زراعة على أرض الدولة المصرية، أملاك الدولة، عدد 2266 حالة تعدي أزلناها، واستردينا 17,000 فدان 615. أزلنا مخالفات بناء على ملكيات خاصة، عدد 8825 حالة إزالة، بما يعادل 1.6 مليون متر مربع. ده رقم كبير قوي قوي. طبعا احصائيه كبيره قوي طبعا. في وقت قياسي طبعا يا فندم. وازلنا بقى مخالفات الزراعه على الملكيات الخاصه الاكبر من نوعها 19,959 حاله ازاله على 4.7 يعني 4000. طب خليني اسالك، خليني اسالك في نفس الاطار. جاي لنا اتصالات او استفسارات من مواطنين كتير. طبعا في استثناءات في قانون التصالح او حالات يعني غير مدرجه في قانون التصالح، وهي اراضي الدوله والاراضي الزراعيه وخلافه. كلام مظبوط؟ لا يا فندم، مفيش حاجه اسمها استثناء. بص يا فندم، يعني مستثناء بره التصالح، انا قصدي بره لا نطاق يا التصالح. يعني بند الاستثناء مش وارد لا مع بشر ولا مع ارض. لا، خارجه بره قانون التصالح. يعني ايه خارجه بره؟ يعني لا يجوز التصالح على اراضي الدوله او على الاراضي الزراعيه. امتى؟ لو حضرتك جيت عديت على اراضي الدوله المصريه، واخد بال حضرتك، في فتره كورونا، واخد بال حضرتك، خارج اطار قانون التصالح. طب عندي سؤال صغير. وعلى ثواني حضرتك، هتزال وعلى حساب حضرتك، وهتحول حضرتك للنيابه العسكريه. كلام مظبوط. النهارده بقى في مخالفات قديمه من 2008 كانت على خط تنظيم، هل يسري فيها نفس الاجراء؟ بص بقى يا فندم، دلوقتي النهارده طبيعه الارض دي اللي انت اشتغلت عليها خلفت عليها، هل ارض دوله ولا ملكيه خاصه؟ ملكيه خاصه ولكنها مدرجه داخل خط التنظيم. داخل خط التنظيم. بص حضرتك، انت دلوقتي حضرتك لما بتيجي تتعامل نوع المخالفه ايه؟ هل انت تعديت على خط التنظيم ولا عامل بروز ولا بنيت تعليه تعليه من غير رخصه ولا بنيت اصلا من غير لا رخصه؟ لا، تعليه فقط. تعليه فقط. حضرتك ببساطه شديده جدا بتروح بتجيب صوره الرخصه بتاعت حضرتك وتقول انا عايز اتصالح على التعليه دي اللي هي اقيمت في الفتره من كذا، حتى لو داخل خطوط داخل الحيز العمراني، حتى 8/4/2018. طب لو حضرتك عايز، لان ده تاريخ التصوير الجوي داخل الكردون او الحيز العمراني، تمام، وخارج الحيز العمراني حتى تاريخ
22/7/2017 اخر تاريخ تصوير جوي من جانب المساحه العسكريه للمتغيرات المكانيه على ارض المحافظات المصريه. يعني اذا كانت المخالفه ده شق مهم جدا يا فندم. طبعا يعني طبعاً اذا كانت المخالفه موجوده ما قبل شهر 4/2018 حتى وكانت فوق خط تنظيم كتعليه يجوز عليها التصالح. تمام يا فندم. ده بقى بياخد الحاجه الثانيه. انا عايز اقول على حاجه يا خالد بيه، عايز ابسط للناس. انا دلوقتي راجل عندي مخالفه، هعرف منين وهتعامل ازاي؟ واروح الحي ولا استنى الحي اللي هيجي لي، ولا انا اللي بروح اوفق اوضاعي؟ انا سمعت ان في 9 شروط لازم يعني ينطبقوا عليه، ينطبقوا علي علشان التصالح. فانا عايز افهم من حضرتك للمواطن البسيط اللي بيتفرج علينا دلوقتي. بص يا استاذ محمد، انا كمواطن بسيط انا شاري شقتي وعارف انها مخالفه وعارف انها خارج الرخصه وشاريها ارخص. يعني انت النهارده لو اشتريت من الاول لغايه الخامس بسعر، من السادس لغايه العاشر بسعر اقل. صح. ليه؟ تمام. لانه خارج الرخصه. وحضرتك لما رحت تشتري، في بقى الجديد في الامر انه سوف تنشا بالتنسيق مع وزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه على ارض المحافظات المصريه مقرات ومكاتب. دي حضرتك لما تحب تروح تشتري، تروح تستعلم عن الوحدة السكنية دي في العمارة السكنية دي في الحي ده أو في المجتمع العمراني ده قبل ما تشتري حضرتك. كل حاجة مثبتة على الكمبيوتر، يعني لا ما فيش أي تلاعب في أي حاجة عشان الناس يا فندم. وبالتالي ده برضو بيحيطك علما، وبيكون في قرارة حضرتك أن أنت رايح تتعامل على موقف قانوني سليم ولا لأ. تمام. طيب عايز اسال سيادتك، الاقبال شكله عامل ازاي دلوقتي على المتقدمين للتصالح؟ انا نفسي الكاميرا عند حضرتك تنزل كده الصبح وتشوف قدام الاحياء في نظره سريعه. هنبعت امبارح كان في اكتر من محافظه جايبين ناس، وكانك يعني قدام وحدات محليه وقدام احياء، وكانهم واقفين يعني مستنيين حاجه، يعني مع احترام في التعبير، منحه او حاجه او بيصرفوا وكانهم بيصرفوا بالظبط اعانات او غيره. بالظبط. ده نوع من انواع يا فندم نظرا للحزم والحسم من جانب سياده الرئيس. امس الناس بالفعل عرفت انه لا مفر من توفيق الاوضاع، لا مفر من تصحيح المسار وتصوير المسار. أأكد لسيادتك المقوله، هيبه الدوله. بالظبط يا فندم، رجعت هيبة الدولة مرة أخرى بقيادة سياسية ناجحة، عرفت المواطن إن الدولة فيها قانون والقانون بيسري على كل الناس، ورجعت الثقة من المواطن في الدولة. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة يا دكتور خالد، برضو سؤال كده جالي كتير من زمايلي. مثلا في ناس بتشتغل في المقاولات، فعملوا وبدأوا اوريدي، بدأ واخد أرض مثلا بيطلع بيها، واخد تصريح ببنى، وساعات الرئيس قال بس أنا عايز أفهم من حضرتك أكتر الديتيلز. أنا طلعت بأول دور، عملت عندي أرض في مكان مثلا دافع فيه فلوس، بستثمر فلوسي فيه، وطلعت أول دور وبعد كده ستوب، وقف ما تعملش، هيتصرف إزاي؟ هيتم التعامل معاه إزاي؟ لا يا فندم، مفيش بناء، مفيش استمرار. ايوه هتتعمل بس ايوه لما تصدر اشتراطات البنائيه يا فندم، وقود الجراجات، وبعد كده لكل حادث حديث. يعني هيكون هنعتبره قانون جديد للبناء؟ طبعا يا فندم، مراجعه كامله وتعديل لكل الاشتراطات البنائيه. يا فندم احنا عايزين نرجع النسق الحضاري للدوله المصريه. صح. عايزين الامور تمشي كسابق عهدها في الإطار السليم لها. وبالتالي ساعات لما حضرتك سمعت أن هناك بعض الأماكن ذات التكدس السكاني العالي أنها خلاص مش هيبنى، طبعا بأساسي ليه؟ احنا النهاردة بنروح بنشتكي أن هناك بناخد في المشوار اللي ياخد ربع ساعة بناخد فيه ساعة ونرجع نشتكي. لما قيل أن سرعة التقاطر على أرض محافظة القاهرة أن عربيتك بتمشي بمعدل 7 كيلو في الساعة، ده معناه ان انت تقريبا واقف تحرق في بنزين وما بتتحركش. ليه؟ للتكدس المروري. ليه؟ لان النهارده حضرتك ال 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 الشارع بقى ساحه من الجراج العربيات كبير بالنسبه للسيارات. هي السيد الرئيس قالها بنفس المنطلق، بنفس اللفظ، قال الشوارع زحمه وبتسالوا زحمه ليه؟ ما عشان كده بقى كمان يا فندم الاماكن الواسحات الانتظار بالنسبه
صدر تشريع خاص بيها والمحافظات قائمة عليها، بحيث اللي هو كمان كافة المناطق تحت الكباري هيتم تصويرها ويتم عمل بوابات فيها، وهناك أفراد وشركات سوف تتولى إدارتها من خلال بالتنسيق مع المحافظة. فحضرتك هتبقى بتعلم تمام العلم، وحضرتك بتركن عربيتك، هو ده باركينج معتمد من جانب المحافظة، في مدير مسؤول عنه، حضرتك تعلم اسمه من الكارنيه اللي على صدره، وحضرتك متعلق التعريفة بتاعة الركنة أو الجراج سواء باليوم أو بالشهر أو بالسنة، وبالتالي أصبحت هنا هتبقى علاقة تعاقدية واضحة صريحة زي ما بنشوفها في كل دول العالم. أقول لك يعني في النهاية بتحس أنك صدرت الأمان للمواطن في التعامل في الشارع. أكيد يا فندم. عايز أقول لحضرتك على حاجة بقى، بمعيار هيبة الدولة اللي حضرتك كنت بتقوله دلوقتي، إحنا ابتدينا يوم 4/8/7 اللي أنا كنت لسه ذكره دلوقتي، الموجة رقم 16، إحنا معنى كده إن إحنا نفذنا على مدى سنتين ونصف مع قوات إنفاذ القانون بالشراكة مع وزارات الدولة المصرية والداخلية وقوات إنفاذ القانون 15 موجة قبل كده لإزالة لاسترداد حق الشعب. الموجة 16 بقى فندم اللي بدت يوم 8/7، النهاردة حالات المباني اللي احنا أزلنا التعديات على أراضي الدولة منها في خلال 4 أيام دول 2063 حالة تعدي أزلناها، واسترجعنا فيها 4,487,200 متر مربع. حالات الزراعة بقى اللي نفذناها أزلنا 830 حالة تعدي، استردينا من خلالها يا فندم من أراضي الدولة المصرية الزراعية 42,842 فدان، 178 إيراد، و159 سهم. آدي إرجاع حق الشعب للشعب من جانب من اللي استغلوا بعض ضعاف النفوس خلال الفترة طبعاً الماضية، وتخيلوا أن الدولة ضمن ما تخيلوا، وإحنا قلنا هذا الكلام أنها في سبيل قيامها بمكافحة إجراءات كورونا هتكون يعني مشغولة وفق تصورهم المحدود أنها تكافح مثل هذه النوعية من المخالفات. طبعا يا دكتور خالد، انا عارف، انا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، بنقل تحياتي على الهواء طبعا لسعاده اللواء محمود شعراوي. انتوا ما بتناموش يعني، انتوا شغالين بصراحه، والناس كلها ملاحظه ان في فعلا نقله في المحليات بشكل كبير. المحافظين بينزلوا دلوقتي بنفسهم في الشارع، بينا بنشوف نبي الازالات، المحافظ بنشوف المحافظ دلوقتي قاعد خايف اللي هيحصل. يعني انا شايف دلوقتي بالوضع كان عندنا المحليات دي كلها مشاكل، كلها قنابل موقوتة. أنا عايز أخدك بقى على حتة تانية بين مخالفات البناء، وإحنا بنتكلم معاك عن قانون المخالفات الجديد. أنا عارف بقى طبعا الكواليس، وعارف الاجتماعات، وفي حاجات كتيرة جدا عن قانون مخالفات، فأنا عايز أوصل إيه آخر التفاصيل اللي أنت وصلت لها والمناقشات اللي في البرلمان، وعايز أسمع كده منك في عجالة يعني. خليني أكد لحضرتك إنه صدر قانون واحد لسنة 2020 اللي هو بيعدل القانون 17 ل 2019 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء. صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء في 21 مارس اللي هو قرار 800 اللي هو بيعدل فيه المادة 3 اللي كانت في قرار 1460 اللي هو كانت بيتضمن ضمن ما يتضمن الأوراق اللي مطلوبة من حضرتك عشان تروح تتصالح. وبالتالي مثل هذه التعديلات الجوهرية النهاردة كنت لحضرتك، لك أن أنت قيمة التصالح أن حضرتك اللي بتدفعها كان الأول بتدفعها ممكن التقسيط حتى 3 سنوات مع دفع فايدة البنك المركزي، النهاردة حضرتك اتشالت الفايدة وبالتالي لك الحق أن أنت تقسط ما زاد عن 25% اللي هو 75% تدفع 25% وعند اتمام التصالح، ولك ان انت تقسط ال 75% الباقيه على 3 سنوات. ده الجديد في هذا الامر. ولكن برضو خليني اقول لحضرتك انه في من خلال قرار دوله رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الماضي فيما يتعلق بالمبالغ الماليه اللي تدفع على حسب نوعيه المخالفه وعلى حسب مكان المخالفه، مبالغ ان شاء الله اعتبارا من 15/7 يتم توريدها من جانب الساده اللي هم يعني متقدمين للتصالح، وهو تحت ما يسمى بجديه. اخر سؤال بقى اللي هو في جديه التصالح ده، النهارده ازاي بيتقيم المبلغ ده جديه التصالح؟ ما انا قلت لسه حالا يا فندم، المبلغ بيتقيم على حسب نوع المخالفه واحد، وعلى حسب مكان المخالفه.
هل بتتكلم في عاصمة المحافظة ولا مدينة رئيسية ولا مركز ولا قرية ولا قرية، وهي مبالغ ثابتة ما نضل المقصود، يعني هي مبالغ ثابتة، هي في فئات يا فندم مربوطة بنوع المخالفة إذا كانت في عاصمة المحافظة ولا مدينة ولا قرية، ده على مدى كل المحافظات ومرتبط بنوع المخالفة. حضرتك عملت روف في العمارة عندك مثلا وانت حضرتك في مدينة رئيسة بتدفع مثلا، أو في القاهرة أو في اسكندرية أو في الجيزة أو في كذا بتدفع وليكن 50,000 جنيه، واخد بحضرتك قيمة كلية التصالح. اللي في القرية بيدفع رقم أقل من هذا، واخد بال حضرتك، تقريبا 10,000 جنيه. أنا البيان مش قدامي على حسب الفئات، هو دي الأرقام اللي كنت هسأل سيادتك فيها. ولكن خليني أأكد لحضرتك على حاجة مهمة جدا، هو ده جزء تحت حساب قيمة التصالح، هذا شق، وإن حضرتك كمواطن لسه تدفع عند إتمام التصالح 25% وتقسط الباقي. خلي بال حضرتك أنت النهارده بتتحول من مخالف إلى واحد صاحب تصالح، وبالتالي أصبح لديك رخصة، بحصولك على هذه الرخصة قيمة الوحدة السكنية أو قيمة الأرض بتاعت حضرتك بتزيد أضعاف مضاعفة، لأنها أرض أصبحت مرخصة مقننة، وبالتالي تستطيع أن حضرتك تحتفظ بيها أو تبيعها في أي وقت من الأوقات، لديك سند ملكية حقيقي وليست مع احترامي التعديل اعتداء على حقيقة. هقطع حضرتك وأقول لك على حاجة بس للتوضيح، أنا كان قصدي قانون المخلفات، يعني إحنا أنت كويس أنت قلت الحاجات دي كلها كنا عايزين نسمعها، عايز أسمع بس آخر ديتيلز عن قانون المخلفات. عايزين نطول على على الدكتور خالد قاسم، بس يعني أثرتنا النهاردة في الشغل الشاغل في الشارع المصري وهو قانون المخالفات والتصالحات. خلينا نستكمل مع حضرتك ما سوف يتم الأسابيع اللي جاية والحلقات اللي جاية في باقي البنود، وعملنا إيه ووصلنا لإيه والحصيلة كام اللي هتفيد الشعب المصري. وعايز جزئية انت قصدك المخالفات ولا المخلفات؟ انت حضرتك سامعني؟ ايوه بالظبط. بالنسبه لقانون المخالفات اخر التفاصيل اللي انت وصلت لها بالنسبه للجمع والتدوير وعدد تدوير المخلفات. هو دي خاص بيها المحليات، احنا بس اخرنا على الدكتور خالد. ايوه معلش انا عارف ان انا تعبتك، بنعتذر له وبنشكره جدا جدا جدا. بشكر الدكتور خالد قاسم. جزئية المخلفات دي إدارة المخلفات البلدية الصلبة، أيوة. محتاجة من حضراتكم مداخلة كاملة ليها، أيوة. وأوعدكم إن أنا أديكم الموقف التنفيذي على الأرض ساعة المداخلة بالظبط يا فندم، لأن إحنا عندنا وحدة تنفيذية لإدارة المخلفات البلدية لإدارة المنظومة الجديدة للنظافة في الدولة المصرية، الأستاذ محمد يعلمها جيدا. أيوة. دي إن شاء الله في المداخلة الجاية أوعدكم إن أنا أدي لحضراتكم بيها بيان، لأن إحنا بنتكلم فيها على ثلاث برامج: برنامج بنية تحتية، برنامج عقود تشغيل، برنامج تطوير مؤسسي، ومن بينه القانون اللي الأستاذ محمد بيه بيتكلم عنه. يعني سهرناك معانا، سهرناك معانا دكتور خالد، بشكرك جدا جدا دكتور. شكرا دكتور، وبنقول لك يعني بالتوفيق، وشغل فعلا يستحق التحية من كل مؤسسات الدولة. شغالين ما بيناموش. والتنمية المحلية، وكمان احلى حاجة يا ابراهيم ان انت بقيت بتحس دلوقتي في فرق في المحليات، بقى في فعلا في حزم وفي حسم في التعامل، مفيش زي ما كنا من الاول في بقى حاجة من تحت الترابيزة والكلام ده، الكلام ده اتلغى تماما. الشارع حاسس، اقول لك ان الشارع حاسس بالتغيير، المخالفين زي ما بيقول دكتور خالد قاسم موجودين بالطوابير قدام الأحياء ينتهزوا ويقتنصوا فرصة التصالح، خافوا من الدولة وخافوا من هيبة الدولة اللي رجعت مرة تانية، وواقفين مستنيين الفرصة اللي تصالحوا فيها والدولة تقول لهم خلاص سامحناكم. مظبوط مظبوط. هو ده اللي هيحصل الفترة اللي جاية. فكرة كبيرة قوي على مفاهيم الشعب المصري، وده كمان هيخلي عندنا الفترة اللي جاية في كواليتي اوف لايف، في جودة حياة، الناس هتبقى حاسة مش كلها فوق بعض، هيبقى في نظام واضح. تغيير الثقافة عمره صعب قوي طبعا، انك تغير ثقافة المواطن المصري من العشوائية او من انه اللامبالاة او عدم الاهتمام، انك تقول له لا في طريق امشي عليه، في خط مستقيم اهو برسمه لك في اطار قانوني، ولا يأذيك ولا يأذيني، كان امر صعب قوي انك تغير الثقافه دي. هو لازم تغيرها الفتره اللي جايه دي، احنا لازم نغير حاجات كتيره، وبدات الدنيا تتغير. الثقافه دارج قوي في المجتمع المصري اليومين دول،
مناقشة فكرة التحرش، وموضوع مؤذي شوية لعقليات الشعب المصري اللي هو متعود دايما على فكرة احترام الست والتعامل مع الست انها حرمة، دايما مصمم حتى على اللفظ. دي بقى المشكلة اللي انا عايز نتكلم فيها بهدوء شوية، لان دلوقتي بقى في لبس كبير في الموضوع ده، لبس كبير بالنسبة للشباب وللشابات. انا دلوقتي شايف ان ده يعود في المقام الاول والاخير للتعليم، التعليم والتربية بتاعت الولد او البنت. دلوقتي بقى في ناس بتسمح لنفسها اللي هي تنتقد وتحلل دي لابسه ايه وده لابس ايه، الموضوع بقى داخل في سكه كلها ما لهاش اي محددات ولا اي معايير، وده بيخلي يبقى دايما في حاجه اسمها لبس مصطلحات عند الشباب، مش فاهم هو بيعمل ايه، وبيحسب ان ده خف الدم، بيحسب ان هو كده بيعلق. طب يعني ليه؟ يعني انت لما تيجي تلبس اللبس ده انت مالك؟ انت هتلبس او ما تلبسش؟ ان التحرش مش بس انك تمسك الست او تلمس الست او تتطاول لفظي، لفظ بيتم محاكمته بره، اللفظ اللفظ والمعاكسه تحرش، النظرة بره تحرش، النظرة بره. لو انا بصيت بصة لحد هو مثلا هو وحبيبته في الشارع، ده تحرش بره، ده يتعمل لك محضر. ليه مفيش حاجة اسمها انت حر ما لم تضر؟ انت دلوقتي خليك حر زي ما انت عايز، بس ما تجيش تأثر على حرية الغير. دي حاجة. الحاجة التانية، دلوقتي في بعض الشباب مستهترين جدا، يعني بيبصوا للبنت على انها حاجة غريزية، يعني بيبصوا لها بناحية غريزية، مش يعني النظرة نظرة دونية. ده اللي انا بتكلم عليه. الفكرة اللي زي ما بكلمك محمد، فكرة الثقافة، انك تنقل الثقافة لشاب او لطفل من نشأته، في انه الست او البنت، بنت جارتك، البنت اللي شايفها في الشارع، انها مش حلالك، وانك تكون دايما بتبص لصورة ان دي اختك، بنتك، مراتك. ده اللي هيخليك في طريق سوي. انا شايف ده من وجهة نظري. التربية والنشأة عليها عامل كبير قوي، صح؟ التربية والنشأة. وتاني حاجة اللي انا عايز اقوله، لازم الشباب يبقى في توعية. التوعية بمعنى دلوقتي طلعت جمعيات ضد التحرش على المرأة والرجل، وبيفهموا الشباب والمراهقين ازاي ان انا لو عملت كده ايه اللي هيحصل. ولازم على فكره، ودي احلى حاجه حصلت الفتره الاخيره، اللي عمل كده في قانون منع للتحرش هيتم التعامل معاه بحزم وحسم. انا ابقى ماشي في الشارع انا مطمن على اختي وعلى امي وعلى مراتي، واتمنى الاعدام لاصحابها. بالظبط. يعني بالزبط. حقيقي انا اتفق مع قانون صارم وحاسم للجزئيه دي، في انه يكون النهايه لازم تكون عبره، لازم يكون المتحرش ده عبرة في المجتمع. ده هي دي، لازم يكون القانون بيتم تطبيقه. تاني حاجة، الشباب بقى لازم يبقى يعني متعلم شوية، يعني راقي شوية كمان في الكلام. ما ينفعش ان انا اجي الاقي واحدة ماشية اتدخل في حريتها، او اعتدي عليها بالفاظ، او احاول ان انا اظهر ان انا دمي خفيف. في منظورك شايف التطور او التحول او نقل الثقافة للشاب، خليني اقول للشاب المصري اولا، يكون ازاي؟ البداية بتيجي من حكاية زي ما انا قلت في التعليم، ان انا لما اجي اتعامل مع الانثى بتعامل مع فكر، مع عقل، مع شخص قدامي بحاول ان انا اشوف فكره ازاي وبتكلم معاه، مش بتعامل معاه كجسد او بتعامل معاه كغريزة. لا، هو ده اللي هيغير يعني الفكر تماما. يبتدي من التعليم من المدارس. طبعا المدارس ده لازم يفهم من صغره ان هو بيتعامل، ان ده انا بتعامل في نطاق زمالة، في نطاق ما بكسرش الحدود علشان ما زودش. في ناس بتعتبرها خف الدم ان انا اهزر ولا اعاكس مثلا دي، اقول لها انا كلمة علشان كده ممكن ان انا بقى اود دمي خفيف، وان انا اود دونجوان، يعني عارف حاجات ما بقتش موجودة اساسا. انت بره لما تيجي انت وانت ماشي ما فيش حد يبص لحد. طيب كله بالنسبة ماسك لوسائل الاعلام، ايه انت تفتكر ان يكون دورها ايه؟ التوعية. هو احنا اهم حاجة بنعمل عليها ان هي التوعية، ان انت دلوقتي لما بتيجي تحكي قصة ولد او شاب تحرش بفتاة، ايه اللي حصل له؟ انت وصلت لايه؟ ايه العقوبات اللي هي شافت اللي شايف حصلت؟ هي دي الفكرة يا محمد. انا شايف انه وسائل الاعلام عليها دور مهم جدا في انها تنقل عقاب الشخص.
يعني الشخص اللي تحرش في الواقعة الفلانية اللي سمعتوا عنها عقوبته كانت كذا. فكرة نقل هيبة الدولة برضو في كل المجالات انه الشخص ده بقى عبرة وخد جزاء يكفي من العقوبة من حبس او من غيره. هي دي نقل الاعلام. هي هو خد بالك ما هو ده هو ده. الاعلام بينقل القضايا دي بالزبط. هو ده اللي قصدي عليه ان انا لما ينقلها لحد الاخر مش النهارده يجيب لي الواقعة ويسرد لي واقعة تحرش الشباب مثلا بفتاة المنصورة او فتاة الدقهلية او ايا كان. عارف بدأوا يعملوا ايه تاني على السوشيال ميديا؟ في حاجة بقى جميلة جدا على السوشيال ميديا دلوقتي، بقى أي حد أو أي واحدة أو يعني يجي لها تعليق مثلا من حد خادش تروح مطلعة عليه بصورته بنفس تعليقه متحرش، بقت فضيحته بجلاجل على السوشيال ميديا، بقى معروف إن ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، هو ده. أنت بتحاول بقى في نطاق السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، خليني أسألك سؤال مباشر. النهاردة البنت المتحرش بيها دورها إيه؟ وايه مدى ايجابياتها؟ يعني دورها ايه؟ دي مش دورها، انت واحده بتحس ان هي بيتم التعدي عليها، التعدي عليها والتعدي على حريتها. أقول يعني لك هي دي المشكله. انا شايف ان ليها دور، دورها في انها ما تسكتش وتروح وتحرر محضر. خد بالك كتير قوي من بناتنا ايجابيه تتعامل بايجابيه مش بسلبيه، اصل انا خايفه يحصل اصل لا ما هو دايماً لازم. يا عيني البنت المصريه بتحس شويه انها مستضعفه، مش عايزه الفضيحه، بالعكس حقك لما يجي بتجيبي حقوق غيرك. بالظبط ده دايما اللي بتكلم بالزبط. فيه ان اول حد بيكون بيشجع الست انها تاخد حقها القانوني في انها تحرر محضر ما تخافيش من الفضيحه هو انا. دايما بجري في الاطار ده. ايه اللي بيخوفك؟ خايفه من ايه؟ خايفه من الفضيحه؟ بالعكس هو المفضوح مش انتي. دلوقتي الست بتعمل في كل المجالات زيها زي الراجل. ده هي دي على فكره في الفتره الاخيره بقى في زمن الرئيس السيسي الست خدت حاجات كتيره جدا. دلوقتي ست قاضيه ونائبه ودكتوره وفي كل حته في كل المجالات بنلاقي الست والراجل. خلاص الموضوع ده بقى عفى عليه الزمن. انت تقعد بقى تقول الست تقعد للبيت والكلام ده يعني خلاص الموضوع بقى واضح. وفي نفس الوقت اهم حاجه نقطه انت قلتها استاذ ابراهيم هي ان انت لازم تبقى تتعامل بايجابيه بالزبط. بلاش سلبيه بالزبط. ان الايجابيه دي هتجيب حقك وحق غيرك وهتخلينا نخاف على اولادنا وبناتنا. انه حطينا او الست شويه حطت راسها في الرمل لفتره كبيره قوي فخلت الشباب يعني سيئ السلوك يتطاولوا بزياده. بالظبط بالظبط. يمكن هو ده كان لو كانت من اول وقعه الست شجعت ودورت على حقها اكيد ما كانش هيحصل تطاول حتى اللي موجود على السوشيال ميديا بالشكل الرهيب ده. من ده يخلينا برضو بص بقى استاذ ابراهيم برضو في هنا شق مهم جدا في الموضوع ده اللي هي منظمات المجتمع المدني. يعني ايه منظمات المجتمع المدني؟ منظمات الحقوقيه التي تعني او تهتم بشؤون المراه. دي بتعمل ايه؟ بتفهم البنت لو انت تعرضتي لموقف الفلاني تتعاملي كذا والقانون يكفل لك كذا وتقدري يحصل لك كذا وتتعاملي مع الموضوع كذا. ده بيخلي في ثقافه عند البنت ان هي لما يجي يحصل حاجه ازاي تعرف تتصرف. يا استاذ ابراهيم صح هو ده اللي انا بتكلم عليه. ازمه كانت ازمه كبيره بتواجه البنت في انه حقها مش عارفه ازاي، مش عارفه فين، مش عارفه تاخده ومين سندها في الدوله. انما انا شايف انه في منظمات كتير حتى المجلس القومي للمراه انا اظن ان ليه دور كبير قوي. طبعا طبعا مجلس قومي المرأة بيبذل جهود غير طبيعيه في الموضوع ده. ودكتوره مايا مرسي يعني عامله حاجات وبتعمل ندوات وتوعيه للشباب والشابات واي واحده بتقول لهم اي حاجه، اي بنت تتعرض لموقف محدد تيجي واحنا هنعرفها ازاي ونجيب لها حقها. يعني حاجات كتيره جدا بتدخل كمان يعني يمكن حتى اللي الناس ما تعرفوش انها بتدخل خصم امام النيابه العامه ضد المتحرش. مظبوط. ودي اهم حاجه دي بتبين ان انا لو انا جيت عملت كذا عملت كذا هيحصل لي كذا. بتخلي خلاص مفيش حد بقى انا حريت انا البس اللي انا عايزاه او اعمل اللي انا عايزاه طالما انت ما لم تضر. برضو ارجع تاني برضو لفكره ما لم تضر. بزبط. انه فكره الاعتدال والوسطيه هي امر احنا كلنا بننادي بيه. احنا مش عايزين غير السلوك السوي للمصريين. ولازم برضو بقى هنا في شق مهم جدا جدا جدا. ايه هو؟ شق الدرامي. انت برضو في عندنا في الدراما حاجات مهازل بتحصل في بعض المسلسلات وبعض الاغاني وبعض الاغاني الهابطه الحاجات دي كلها لازم احنا نهتم بيها ونهتم بالسلوك العام للمواطن. لازم يبقى في توعيه عامه للمواطن علشان يقدر ازاي يتصرف مع المواقف دي. حاجات مهمه جدا وحاجات كتيره جدا بتشمل وسائل الاعلام، الاعمال الدراميه، المنظمات، المجتمع المدني، كذا شق.
كلهم بيتكاملوا مع بعض علشان نقضي تماما على الظاهره دي. فالموضوع محتاج كتير. الكلام في الموضوع مش هيخليني اغير رايي في ان في ستات سلبيه طبعا في التعامل. طبعا ست امي اختي بنتي مراتي ليهم كل الاحترام. احنا دورنا هنا بقى الاحترام. دورنا هنا بقى ان احنا نخليهم ايجابيين. دورنا هنا كده ست اكيد دايما بنسمع مقوله دي نكديه. احنا عايزين ما نوصلش ونخرج بره الاطار ده. مظبوط مظبوط. حلقات كتير هنتكلم فيها عن الموضوع لانه انا الموضوع بالنسبه لي على المستوى الشخصي شاغلني، لانه اكيد بسمع في المجتمع من المتجوزين تحديدا عن الجزئيه دي. هتناقش في الموضوع ده كتير او في حلقات جايه، ان انا خليني اكون في مقدمه حلقات اخر الكلام، اكون خفيف عليكم، اكون بهتم بالمواضيع بس اللي بتشغل الرأي العام لحد ما أدخل جوه كل بيت مصري وأتعمق أنا وزميلي محمد العزاوي. تتفق أم تختلف؟ لا أتفق طبعا يا أستاذ. طيب أنت خايف. عايز أقول لك على حاجة. هي إحنا الفترة اللي جاية إن شاء الله المرة الجاية هنجيب ناس واستشاريين معانا ودكاترة، وهنتكلم في حاجات كتيرة جدا بالنسبة للراجل المرأة والعيلة المصرية. هنستنى مشاركات كل الناس. زي ما قلت لكم أول حلقات برنامج آخر الكلام هي هنعتبرها حلقة مقدمة خفيفة عن محتوى البرنامج، عن ما يقدمه آخر الكلام. آخر الكلام مش هيخلص بالنسبة للمجتمع المصري، إنما إيه اللي هنتكلم فيه الحلقات الجاية. محضرين كتير، مستنيين تجاوب الناس. الصفحة بتاعة البرنامج هتكون موجودة في أقرب وقت عليها المتابعين، عليها الآراء والشكاوى والمواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها وتهتموا بيها. اللي جاي أفضل، اللي جاي أكتر. حلقاتنا هنكون موجودين معاكم طوال الأسبوع على الصفحة، إنما تحديدا معاكم على الهواء كل اثنين وكل خميس من الساعة 12 مساء، يعني في السهرة نسمع ونفضفض مع بعض. اتكلموا معنا زي ما انتم عايزين. هيبقى في لينا فقرة نسمع فيها آرائكم تليفونيا، وهنسمع مشاكلكم وشكاويكم، هنحاول نوصل صوتكم للمسؤولين، وهنحاول نبقى جسر للتواصل مع المسؤولين في كافة المجالات. هنعلم في الحلقات الجاية عن كل التفاصيل والاحتياجات لذوي الهمم وذوي الاحتياجات. حتى الموضوع ده تحديدا هنعلن عنه علشان كل اللي محتاج تواصل ويكون عايش معانا من ذوي الهمم لازم يحضر معانا. طولنا عليهم؟ طولنا عليهم النهارده، بس في لسه حاجات كتيره جديده باذن الله. استنونا الخميس الجاي من 12 مساء صباحا، لانه 12 بعد نص الليل. وهراكم باذن الله في حلقه جديده مع محمد العزاوي وابراهيم مختار. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.